بصوا انا هنا عايزه اعمل ايه؟ هعمل كريب او بان كيك عشان يبقى اتخن شويه باللحمه المفرومه، دي حاجه حلوه قوي للمدرسه. انا عندي هحشي ايه النهارده؟ الكريب دوت او البان كيك انا هعمله ازاي؟ هقول لكم طريقه حلوه جدا ان شاء الله. حته لحمه مفرومه صغيره كده قد ربع كيلو، وقرن فلفل رومي كبير، وبصلايه متوسطه، ماشي، ده الحشوه، ملح وفلفل وبهارات. طيب هنعمل العجينه ازاي؟ كوبايه دقيق، كوبايه لبن، بيضه، معلقتين زيت، رشه ملح ورشه فلفل، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام كده، انا كده قطعت البصلايه، هاخدها كده اشوحها. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه من الدقيق، واحط عليها نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه ملح ورشه سكر. يبقى الدقيق عليه نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه ملح ورشه سكر، واقلبهم كلهم مع بعض كده. بناخد هنا بقى قطعه من لحمه مفرومه قد كده، شوفوا صغير، معلقتين ثلاثه لحمه مفرومه، عليها رشه بهارات، وانا حطيت ملح وفلفل، فمش مستاهله حاجه تانية، خلاص هو كده كويس. حاضر، احط هنا بس كوبايه اللبن على الدقيق اللي انا حاطه له نص معلقه صغيره بيكنج باودر. انت غالي ما عندكش سكر. معلقتين زيت والبيضه، واضربهم كلهم مع بعض. لاحظت ان هي خفيفه، ممكن ازودها شويه من الميه.